هنا لا يجوز بيع جلد الأضحية، ولا يعني طالما أنها خالصة لوجه الله. احسنت، يبقى هنا الاجابه في السؤال، لان هي كلها لمين؟ لله لوجه سبحانه الله. وتعالى. خلاص انا ما ببيعش هذا الايه، هذا الجلد، لا ويعني يستحب يعني. ادفعه لمن ينتفع به. نعم، لا يستحب ذلك، ولا يجوز ذبح، يجوز بيع هذا الجلد، ولا حتى اعطاؤه للذابح والكلام دوت، لانه له اجره. له أجرة. نعم دكتور أسامة، عارف أجمل ما في حوارك هو بساطته اشكرك وسماحته، وأنا اشكرك، بشكرك، أنا نفسي استفدت من هذا ربنا الحوار يحفظك الشيق، على وعد أن يتجدد ان شاء الله. اللقاء، وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك كل خير والأمة كلها شكرا كل خير. جزيلا.